احمد عايز ابدا معاك بنادي الزمالك امبارح. تمام. الزمالك امبارح طريقه اللعب والاداء والنتائج اللي قبل كده خلت الجماهير بعد المباراه متضايقه زعلانه، مش نتائج مرضيه للزمالك، وبدايه في دور المجموعات زي الموسم اللي فات بدايه مش جيده فقلقتهم زي الموسم اللي فات. بالظبط. هو طبعا رغم ان هو تعادل خارج الارض ولكن هي نتيجه غير مرضيه تماما لجماهير الزمالك لعده اسباب. اولا ان هو لسه الدرس دوت المفروض ان هو الزمالك يكون يتعلمه من الموسم اللي فات، اللي هو تعادل في بدايه المشوار على ارضك مع فريق المفروض ان هو المرشح الثالث في المجموعه، وبعدها تتعادل كمان بره ارضك في ماتش المفترض ان هو الاسهل في المجموعه. السنه اللي فاتت كان تونجث في السنغال، المره دي الفريق اللي هو اسبرانزا مش نسيت اسمه حتى، من كتر ما هو ساجرادا من كتر ما هو مش معروف هو اسمه كده ساجرادا اسبرانزا طبعا. فماتش المفروض كان في المتناول، كل دوت يخلي الجمهور يتضايق، خاصه ان انت من بعد كمان على العوده بعد كاس الامم الافريقيه والزمالك ما حققش ولا فوز، ففي ازمه ثقه في النتائج وفي الاداء كمان، مخليه ان الجمهور بيقول لا احنا كده هنشوف الفريق بيودع تاني من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي وهتبقى حاجه صعبه. كمان طريقة اللعب أو اختلاف طريقة اللعب امبارح عن المعتاد خلت الجمهور يتساءل طب هو إيه السبب لما تلعب بثلاثة ورا؟ ليه أنت بتلعب فريق مفترض أنه هو الأضعف ولسه شفته في المباراة الأولى خسران ثلاثة من الوداد فاللي هو أنت ليه أساساً تلعب بطريقة زي ديت قدام فريق ما بيهاجمش أصلاً؟ فكل ده بيصدر الأزمات لنادي الزمالك. أعتقد أنه محتاج فوز بشتى الطرق يعيد الثقة والهدوء مع عودة كمان الغيابات اللي ممكن تكون مفيدة للفريق في الفترة اللي جاية.